السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في وصفة جديدة. أتمنى تكونوا على خير. اليوم غادي نحضر ميني بيتزا لوجبة العشاء أو الكوتي بعجين جد مميز. هالشوا رطبو في نفس الوقت كيجي مقرمش. سبق لي ونزلت هاد العجين وشاركته معكم على القناة، واليوم غادي ندير معكم تتمة ديال هاد البيتزا، أي طريقة الحشوة اللي كنستعمل فيهم. وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير. وفي هذه المرحلة كناخذ مقلاة ونوضع فيها واحد فلفل أحمر مقطع شرائح طوال أو دوائر حسب الرغبة، ونزيد شوية ملح وإبزار، قليل من بودرة الثوم، وشوية زيت زيتون، ونحطها فوق النار تشحر غير شوية ونطفي عليها. هنا كناخذ جوج بصلات متوسطين نقطعهم رقاق بهذا الشكل، ونزيد عليهم حساب جوج معالق كبار زيت زيتون، شويه من بودره الثوم والملح والابزار، ونحطها فوق النار حتى تهبط. ملي هبطت هذه البصله كنضيف ليها معلقه كبيره صوص سوجا، كتعطي ذوق زوين في هذه البصله، كنردها فوق النار غير شويه واحد حساب واحد دقيقه هكاك حتى كتشرب ليا السوجة صافي، وكنطفي عليها. بعد ما تشحرات هاد الفلفله كنخليها شاده راسها، وكنزولها من هاد المقلات وهداك الزيت اللي بقى كنشحر فيه الكفته. نضع في هذه المقلاة 250 غرام كفتة، ونزيد عليها شوية ملح، تحميرة، رأس ملعقة كمون، إبزار، بودرة ثوم، ملعقة كبيرة زيت زيتون، ونخلطها مع التوابل جيدا، ونحطها فوق النار مع التحراك حتى تشحر حتى تولي بهذا الشكل. كناخذ صفيحة فرن اللي وضعت فيه بابي كويسون، وكنستف فيه خبز البيتزا. من بعد ما حطيت هذا الخبز كنوضع فيه ملعقه صغيره من صلصه البيتزا. هاد الصلصه سبق لي حطيتها معكم في القناه. هنا كنوزع هاد البصله فوق الصلصه، ونزيد عليها الكفته او الطون او اي لحوم كتفضلوا. كنحط جوج شرائح ديال الفلفل مخالفين بهاد الشكل فوق الكفته. كنحط في الوسط واحد زيتونة سوداء، واللي بغى يضيف حتى دوائر زيتون أخضر. وهنا
عندي فرماج حمر محكوك وفرماج إيمنتال، ممكن تكتفي غير بفرماج حمر فقط. وفي الأخير كنزيد فرماج موتزاريلا. بالنسبة للفرن ديال الغاز كنشعل ليه من الأسفل فقط على نار متوسطة، غير يبداو يصفارو من الأسفل ويدوب الفرماج صافي كنخرجهم. وملي نخرجهم من الفرن مباشرة كندهنهم بزيت زيتون ونحط فوقهم شوية زعتر. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى اللي يعجبو الفيديو ما ينسانيش من لايك والتعليق، وشكرا.